السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اسمه بيكاسو، الموقع ده جميل جدا، بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. يعني على سبيل المثال، مثلا هاجي هنا واقول له ان انا برسم لون ازرق، فهو اوتوماتيك بيبدأ يتخيل اللون الازرق ده ممكن يكون ايه من خلال الكلمة اللي انا كاتبها هنا. يعني كاتب له هنا landscape of the sea with old boat، فهيبدأ يعمل المركب. ممكن مثلا نرسم مركب كده صغير، تمام. ممكن نقول له بقى زود التخيل شوية، ارسم حاجة ايه بالشكل الجميل دوت، تمام. طيب ممكن نرسم شمس مثلا هنا اللون الأصفر، يبدأ هو يتخيل اللون الأصفر يكون موجود ازاي بالشكل دوت. تبدأ أي حاجة ترسمها هو يبدأ إن هو يتخيل هتكون موجودة ازاي، تمام. بدأ يتخيل إن في شجر هنا. هنا ممكن تقول تقلل التخيل او تكبره على الاخر. ممكن تقول له ري ايماجين فيبدا يتخيل افضل، ممكن تقول له كوبي، ممكن تقول له انهانس، فتقدر ان انت تحسن الصوره زي ما انت عايز. يعني ممكن تعمل مثلا لون اخضر هنا بالشكل دوت، هو يبدا يشوف ايه اللي ممكن تحط هنا، يبدا يعمل لك لوح ابداعيه جميله جدا باقل جهد. ممكن تيجي هنا بقى تقول له لا، طب تخيل دي cats and dogs، متخيل الجمال والسهولة. هيبدأ بقى يشوف ايه الألوان اللي انت هتبدأ تحطها، ويبدأ يتخيل لنا ان في قطط وكلاب زي ما انت عايز، ماشي. فموقع جميل جدا، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، جربوه بإذن الله.